أنا قلت الكلام ده كله تحت ما يسمى بالتفتيش كإجراء تحقيقي للأشخاص. ثلاث قيود، للمساكن قيدين. أمال إيه هو التفتيش بقى الغير تحقيقي ده؟ عندي التفتيش الوقائي، تفتيش لحالة الضرورة، تفتيش داخل الدائرة الجمركية، تفتيش إداري وانت داخل تزور حد في السجن مثلا. ده أحباء اسمه إيه بقى؟ ها؟ دي أنواع من التفتيش تخرج عن التفتيش كإجراء تحقيقي. يبقى لا تستلزم قيود تفتيش الأشخاص ولا قيود تفتيش المسكن. التفتيش اللي هو ليس من إجراءات التحقيق اللي أنا حددتهم دول لا يستلزموا القيود. واحد ماشي في الشارع تصته عربية، جه أمين شرطة عسكري شرطة حط إيده في جيبه يعرف أمه مين عشان يبلغها، حطيت إيدي لقيت عملة مقلدة، سلاح بدون ترخيص، قطعة مخدرات، تقوم حالة تلبس ولا لأ؟ تقوم. شفتم؟ هنا بقى ما تقوليش بقى لا رضاء ولا إذن ولا تلبس، مش كده ولا إيه؟ لأن هنا حالة ضرورة. يبقى هذا النوع من التفتيش يتميز، يختلف تماما عن التفتيش كإجراء تحقيقي ولا يلتزم بقيوده. داخل الدائرة الجمركية في المطار، مطار القاهرة اللي هي بتمتد 5 كيلومتر خارج المطار، عشان ما تخرجش من المطار تقول انا بقيت بقى في بحبحة هنا اطلع المادة المخدرة اللي معايا. لا، وانت ماشي في المطار خارج من بره يجي مأمور الجمرك يقول لك افتح الشنطة دي. يا سيدي انا معيش مخدرات، ما معيش اي حاجة، بقول لك افتح الشنطة. شفتم؟ ده تفتيش اداري يستلزم قيد من الثلاثة؟ لا. فتحت الشنطة لقيت مادة مخدرة، تقوم حالة التلبس. عشان كده دايما تلاقي مأمور الضبط القضائي ضابط الشرطة في ردهة المطار يبقى كتفه في كتف مأمور الجمرك. أول ما يفتح الشنطة يشوف المخدرات يقول لك تلبس أهو. الإجراء هنا مشروع. الإجراء ماله؟ المقدمة مظبوطة. إن مأمور الجمرك قال لك افتح الشنطة ده حقه.